نحن قادمون على إصلاح جذري للمنظومة التربوية. هذا الوزير يسعى بكل الوسائل لإحياء بؤر التوتر، بمعنى من بين هذه البؤر التوتر أننا كل يوم نسمع بجديد يخص المنظومة التربوية. يأتينا منشور يبين لنا سير العمل لمدة وجيزة، ثم يأتي منشور ثاني يلغي الأول. أبرز مطالبنا إذن أن نسعى جميعا لإصلاح المنظومة التربوية، والإصلاح نراه باستقالة هذا الوزير. نحتاج اليوم قوموا الوقفة الاحتجاجية هذه ضد وزارة التربية، وبالتحديد ضد وزير التربية الذي من فكه يعني يشتم المربين ويهينهم في عديد المناسبات، ولم نقم يعني بعمليه اصلاح تربوي فهمت لله جذريه وصحيحه، وانما فهمت لله قرارات ارتجاليه من لدى وزير التربيه اللي هي ما تقدمش بالعمليه التربويه برمتها. لقد صارت في عروقنا الدماء نموذ نوه الكرام وموت العظام الوزير هذايا أساء للتربية بكل المقاييس، أهان المربي، أساء للتربية، أساء للتلميذ. ما عندي ميساج واحد نقولها له، ارحل لا نريدك وزيرا. Thank you.